شهدت الصحافة السودانية مؤخرا تضييقا ورقابة مسبقة وانتهاكا لحرية التعبير، بالإضافة إلى الضائقة المالية للمؤسسات الاقتصادية وصناعة الصحافة بالبلاد، خاصة مع احتكار سوق الورق وغلاء كافة لوازم صناعة الصحف. ثلاثة مواقع إلكترونية لم تكن محجوبة قبل ذلك، لكن الآن في ظل هذه الظروف التي خرجت فيها المظاهرات في الشارع هي تحجب هذه المواقع، ثم تعمل الرقابة القبلية على الصحف وتمارس بشكل شرس جدا. الآن كتاب الرأي والصحفيين السودانيين يعانون أوضاع غير مسبوقة وانتهاكات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، والسبب طبعا العنوان الأكبر للأزمة هو الدكتاتورية والفساد. سياسة المنع لم تشغل الصحفيين من التعبير عن معاناتهم ومعاناة المجتمع، ما شكل دافعا كبيرا لقيادة حملة للدفاع عن حرية التعبير والنشر. ويصف البعض أوضاع الصحافة في السودان بالمتدهورة بفعل التضييق الكبير والرقابة المسبقة ومنع الصحفيين من الكتابة، على الرغم من رفض المجلس القومي للصحافة والمطبوعات للمنع والإيقاف. الانتقال الى العالم الافتراضي الثاني ده اللي انت موجود فيه يكمل كنترول، ما بتقدر انت تعمل، ولذلك ليس من المصلحه اطلاقا انه تكون في مجابهه بقدر ما يكون في تفاهم. يرى كثير من الكتاب والصحفيين ان انطلاقه هذه الحمله يمثل بادره طيبه وبدايه جاده نحو صحافه حره لا تطالها يد الرقيب وتمنح الصحفيين قدرا من الحريه. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.